أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه بحث مع المجالس التصديرية مسألة إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، وأشار مدبولي إلى خصوصية كل قطاع من القطاعات التصديرية بما يستلزم تحديد الخطط والبرامج والمستهدفات. كلامنا كان مع مجالس التصديرية على إزاي إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، لأن كل قطاع لخصوصيته، وبالتالي انا ما اقدرش يعني نستمر ان احنا ندي دعم صادرات مطلق او عام. ده بالعكس، انا طلبت من كل مجلس تصديري يحدد لي ايه هي الاسواق اللي بيستهدفها اللي ممكن نعمل لهم حوافز اكتر، ايه هي برامج دعم الصادرات اللي تخصهم اللي تشجعهم ان هم حققوا هذا الهدف، بحيث يبقى كل مجلس تصديري جاي لي بخطته، وان شاء الله في خلال الاسبوعين الجايين هنبقى بنقعد معاهم عشان نطلق هذه الخطه باذن الله. احنا محددين ايه هي القطاعات وايه هي الصناعات اللي عايزين فعلا نزودها من المكون المحلي، وازاي ان احنا نعمق من التصنيع جوه بلدنا عشان نقلل الفاتوره الاستيراديه وعشان نغطي احتياجات السوق المحلي.